الله صباحكم في هذا الصباح الخالد من أيام كويتنا الخالدة. في هذا اليوم الذي نستقبل فيه العيد الوطني 20 لدولتنا الفتية دولة الكويت الناهضة، وفي هذا اليوم الأغر من أيام كويتنا الخالدة نبتهج إليه جلت قدرته أن يجعل أيام هذا البلد كلها أعيادا وكلها أفراحا ومسرات بفضل تلك القيادة الحكيمة الرائدة التي نسير على هديها ونسير في خطها بقيادة قائد هذه الأمة وراعي نهضتها وقائد مسيرتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد والسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة. أيها الإخوة المواطنون، يوم من أيام العز والمجد والفخر، يوم يطيب لنا فيه بل ونسعد فيه أن نحتفل بعيدنا الوطني المجيد. هذا العيد الذي يذكرنا بكويتنا بالآباء والأجداد الذين حملوا على أكتافهم راية الأمان وراية المجد. هنا في مطار الكويت الدولي المطار القديم يقام هذا الاحتفال وهذه الذكرى المجيدة، ذكرى عيدنا الوطني 20. حيث وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، موسيقى الحرس الوطني عزفت السلام الوطني، تحية وإذانا بمقدم حضرة صاحب السمو الأمير. وخير بداية لهذا الاحتفال تلاوة مباركة من آية الله البينات يتلوها النقيب أحمد الطرابلسي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جمعنا في كلمة استعد الحب والمودة ثابت والإيمان. الحمد لله الذي جعلنا نرى تلك الاحتفالات الوطنية وكويتنا الحبيبة ترفل بأثواب العز والمجد والفخار. نستأذنكم ببدء العرض. الوحدات العسكري الجيش الرمزية. سيدي يستأذن حضرة صاحب السمو أمير البلاد بابتداء وبافتتاح هذا الاحتفال. الهيئات المشتركة في العرض إلى الأمام. سر الحرس الوطني تعتبر الظهير لقواتنا المسلحة وهيئات الأمن العام، وهذه القوة هي قوة عسكرية مستقلة وانشئت عام 1967 بمرسوم أميري رقم 2 لتكون قوة مساندة لكل من الجيش والشرطة. ويتولى الحرس الوطني في أوقات السلم حراسة كافة المنشآت والمؤسسات الهامة في الدولة، كما يقوم بتدريب طلاب الفتوة، فضلا عما قد يوكل إليه من مهام تتعلق بأمن البلاد وسلامتها وحمايتها. والحرس الوطني
في الحرب قوة ضاربة تقف إلى جوار قواتنا المسلحة مجاهدة مناضلة. إنهم رجال آمنوا بربهم وعاهدوا الله أن يبذلوا النفس والنفيس دفاعا عن وطنهم ومواطنيهم. هؤلاء هم حماة الحمى وحراس الوطن ودرعه الصلب المتين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتقدمون كبار المدعوين ويحيون الوحدة الرمزية من الحرس الوطني. Thank you.
وبعد أن ينتهي استعراض الحرس الوطني يبدأ طابور العرض، وبدايته في وزارة التربية، علم دولة الكويت الحبيبة وحملة الإعلام الملونة تابعة لوزارة التربية. ويضم عرض وزارة التربية مجموعات فرق الزهرات، مجموعات فرق المرشدات، مجموعات مدارس البنات من ابتدائي ومتوسط وثانوي، وحملت أعلام المدارس الثانوية ابتدائي بنين ومتوسط بنين، والفرق الكشفية أشبال فتيان متقدم وبحرية. حشدت وزارة التربية مجموعة كبيرة من طلابها وطالباتها ومختلف أنشطتها للمشاركة في هذا العيد الوطني المجيد، عيد دولة الكويت الوطنية العشرين. العربة الرئيسية وتمثل بوابة أو إحدى البوابات وسور الكويت، الموسيقى العسكرية في جيش الكويتي الباسل تشعل الحماس في نفس الجديد، فتجعله لا يبالي بالصعاب مهما عمر وبالخطوب مهما اشتدت. وإذا نحن نعيش في فترة أحوج ما نكون فيها لترسيخ وجودنا وتركيز ذاتنا، وهذا يدل على تفهمنا العميق لآثار الفنون وتأثيرها في بناء الإنسان الكويتي المعاصر. Thank you.
Thank you.
إحدى مركزات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت مجموعة من صور الشهداء إلى الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وفي خدمة الوطن. وزارة الصحة العامة تشارك في هذا العيد الوطني العشرين بمجموعة من تشكيلاتها اللجنة العليا لمكافحة القوارض الهلال الأحمر الكويتي
جمعية الصم والبكم من شباب وشابات بزي رياضي. هذه الجمعية التي تشرف على الصم والبكم وتحاول أن تعيد من فقد النطق والسمع إلى حياته العادية بفضل التكنولوجيا والعلم الذي يدخل على مختلف أجهزة وزاراتنا ومؤسساتنا. مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تشارك معنا، تشارك بعيدنا الوطني 20 بهذه اللوحة. ويبدأ طابور عرض المركبات المشاركة. ويشترك في هذه المركبات الاتحاد الكويتي لكرة اليد، وزارة الأشغال العامة، نادي خيطان الرياضي، شركة المشروعات السياحية، نادي الفاحيل، وزارة المواصلات، اللجنة الأولمبية الكويتية، نادي الفتاة، الاتحاد الكويتي لألعاب القوى، شركة البترول الوطنية، الاتحاد الكويتي للجمباز، نادي النصر الرياضي، نادي التجديف الكويتي، الاتحاد الكويتي للتنس وتنس الطاولة، الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة، شركة صناعة الكيماويات، جمعية المكفوفين الكويتية، الاتحاد الكويتي لكرة القدم، شركة نفط الكويت، اتحاد الجمعيات التعاونية، ونادي التضامن الرياضي.
إدارة الإطفاء العام التي تشارك في عيدنا الوطني المجيد، عيدنا الوطني العشرين، بمختلف مركباتها وأنشطتها. لما لهذه الإدارة من أهمية كبرى في إخماد الحرائق والإنقاذ في مختلف المجالات. تحتوي مركبات إدارة الإطفاء العام على سيارات المطارات، سيارات إنقاذ، سلم حريق، سيارة حرائق كبيرة، سيارة إسعاف، سيارة إمداد كهرباء، قاذف مياه مقطور، هواء مضغوط مقطور، تريلة ماء كبيرة، كرين إنقاذ مع زورق بحري، بلدوزر جنزير مقطور، كرين وبليزر وسيارة صالون ومختلف المركبات الإطفائية. إن احتفالنا بعيدنا الوطني المجيد ما هو إلا ذلك الشعور بالمواطنة وبهذه الأرض الطيبة التي نعيش فوقها والتي تعبر عن عمق ما يكنه هذا الشعب لقائد هذا الشعب وراعي نهضته من ترابط أسري معهود منذ القدم. Thank you.
شعب الكويت يحتفلون اليوم بعيد كويتهم الوطني المجيد. أن نحتفل بعيدنا الوطني العشرين، ما أروع هذا اللقاء، وما أبهج هذا العيد الذي لبست كويتنا الحبيبة حلة قشيبة من الأفراح والزينة في هذه المناسبة العظيمة. وتبدأ عروض وزارة الداخلية ومعنا الرائد حسين الشطي ليعرفنا ما تقدمه وزارة الداخلية من عروض. رائد حسين، لو تعطينا فكرة عن اللي تقدمه وزارة الداخلية بالنسبة لاحتفالنا اليوم بعيدنا الوطني العشرين. اليوم يا أخ ماجد، الداخلية مشتركة ببعض الوحدات الرمزية اللي نشاهدها الآن أمامنا. أي نعم. ومثل ما أنت شايف الآن، أرى طابور من طلبة كلية الشرطة، يتقدمهم طبعا حملة الإعلام، علم الكويت وعلم وزارة الداخلية. ويسعدنا في هذا اليوم الميمون من أيامنا الجميلة أن نتقدم إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسموي ولي عهده الأمين والشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهنئة والتبريك، راجيا من المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعياد. صاحب السمو، وما زال الموكب باستمرار. ويلي طلبة الكلية فرقة الموسيقى النحاسية للشرطة وموسيقى القرب. بعض وحدات من شرطة خفر السواحل، القوة اللي أمامنا الآن هي
قوة الطوارئ، وطبعا هذه قوة خاصة لها مهمات خاصة كفض المظاهرات والشغب. طبعا نشاهد سلاح الخيالة ومهمة هذه القوة كما تعلم ويعلم السادة المشاهدين الكرام، تشارك في جميع الاحتفالات والأعياد الرسمية للبلاد، وتقوم ببعض المهمات الخاصة واللي يصعب على السيارات أو الدراجات النارية أن يقوموا بها، مثلا في أماكن معينة تلاقي مثلا في بعض المناطق بالكويت قريب من السواحل والبحر الطرق الصحراوية اللي السيارة ما تقدر أنها توصل للمكان يستخدمون فيها الخيالة. نشاهد الآن طابور الدراجات النارية، ومن مهمات هذه القوة حراسة المواكب الرسمية وحفظ الأمن وتأمين سلامة المواطنين الكرام بمراقبة مخالفي قواعد المرور. والقوة اللي تليها طبعا هي من دوريات المرور، وأعتقد مهمتها طبعا معروفة لدى الجميع، وهي الإشراف على تخطيط الطرق وتزويدها بالإشارات الضوئية والعلامات الدولية وتأمين سلامة المواطنين بمراقبة مخالفي المرور. نشاهد الآن وحدة أخرى اللي هي شرطة النجدة، وعمل النجدة طبيعي عمل شامل كامل، فشرطة النجدة تلبي نداء كل من يطلب النجدة، فهي تعين الملهوف وتعين المستغيث وتعين كل من يطلب المساعدة، وهي قوة طبعا مساندة ومعززة في وزارة الداخلية. شاهدناها كانت وما زالت ما زلنا نشاهدها الآن، هي قوة خفر السواحل ومهمتها حراسة الموانئ ومتابعة المتسللين وإعانة من يطلب المعونة منهم في حالة حدوث بعض الكوارث لا سمح الله. والقوة الأخيرة كانت هي قوة الهجانة ومهمتها هي حراسة الحدود.
هذه ماجد بعض الوحدات اللي شاركت معانا من قبل وزارة الداخلية. شكرا للرائد حسين الشطي على هالمعلومات بالنسبه لوزاره الداخليه. شكرا لك. عفوا يا اخ ماجد، حياك الله وكل عام وانتم بخير وان شاء الله كل ايامنا اعياد ان شاء الله. شكرا لك. السلام. شعبنا الوفي بأعياده بأمجاده بقادته الغر الميامين. هنيئا لك يا كويت وهنيئا لشعبك الوفي المخلص الملتفي حول قادته وأبنائه الكويت كلها خرجت اليوم. أبناء الكويت خرجوا ليشهدوا عرس الكويت في عيدها الوطني المجيد. في هذا العرس وفي هذا اللقاء وفي هذه الفرحة والبهجة يعطى المسير بآية الاستعراض إلى مختلف قطاعات وزارة الدفاع إلى لتبدأ عروضها العسكرية. Thank you.
بمناسبة مشاركة وزارة الدفاع يسرنا أن نلتقي بالملازم الأول بدر صالح محمد من وزارة الدفاع ليعطينا شرحا عما يتضمنه برنامج وزارة الدفاع. أخوي بدر، لو تعطينا فكرة عن اللي راح تقدمه وزارة الدفاع من عروض. أول شيء رحب فيك ورحب بإخوان المواطنين وإخواننا المقيمين، وهذه المناسبة نيابة عن إخواني بالسلاح ضباط وضباط صف ومهنيين وفنيين نهني الأمير بهذه المناسبة السعيدة، ونتمنى من الله أن نعيدها علينا على الشعب الكويتي والمقيمين في كل سعادة ورخاء إن شاء الله. إن شاء الله. الجيش صار لمدة طويلة تقريبا عدة سنوات ما قدم عرض عسكري أو ما شارك مشاركة فعلية ذيك الكثافة اللي مثل هذه السنة منذ عدة سنوات. السنة مشاركته مع المواطنين فرحتهم بالعيد الوطني 20 مشاركة اشتركت فيها معظم إذا مو كل وحدات الجيش، وطبعا من كل وحدة راح تشترك وحدات رمزية، وإن شاء الله تكون مشاركتنا سنوية إن شاء الله. إن شاء الله. الفقرة الأولى اللي راح نبدأ فيها قبل وزارة الدفاع عبارة عن شنو يكون بدر؟ راح تقدمون طبعا حملة الإعلام أو حملة الإعلام، نعم، راح تكون فصائل من طلبة الكلية العسكرية والفصائل من طلبة الضباط ومن المجندين. والمجندين على فكرة بالمناسبة شاركوا مشاركة فعلية السنة معنا، سواء المشاة الراجلة اللي يمشون أو على الأسلحة، والأسلحة مو سلاح واحد، بمختلف الأسلحة لأن موزعين على جميع الوحدات، فبالتالي شاركوا في جميع الأسلحة. زالت فصائل الطلبة من الكلية العسكرية تتقدم إلى المنصة الرئيسية، وأحب أعطي إخوان المواطنين نبذة عن الكلية العسكرية. الكلية العسكرية يلتحق بها الطالب بعد تخرجه من الثانوية بقسمها العلمي الأدبي، مدة الخدمة سنتين. في شروط يلتحق الطلبة منها الجنسية الكويتية ومنها الشروط الصحية المطلوبة. أعتقد بالنسبة للطول أيضا له علاقة أن يعني يكون الطول محدد، يعني 165 أو 160 ستاندي تقريبا متوافق بالمتقدم. الطلبة يتقدمون عند وصولهم للمنصة ينزلون إعلام تحية للأمير والضيوف الكرام. طلبة الكلية العسكرية. طلبة الكلية العسكرية، نعم، اللي هم في المستقبل إن شاء الله يتخرجون ضباط مقاتلين. نعم. في مختلف طبعاً الوحدات. في مختلف، يطلع هو يتخرج ضابط مقاتل من الكلية العسكرية، يلتحق في سلاح معين، بعد التحاقه يأخذ دورات تخصصية في هذا السلاح. يعني يطلع مهيئ هو لتقبل الحياة العسكرية بمختلف أنواعها. نعم. بعد التحاقه يأخذ دورات تخصصية في السلاح اللي التحق فيه. الضباط
ضباط المجندين او ضباط مجندي الاحتياط اللي بالكلية العسكرية، وكذلك السنة يشاركونا فرحتنا بالعيد الوطني بفصائل من الكلية العسكرية، وكذلك مشاركتهم في على الأسلحة نفسها. تقدم بعض الوحدات الرمزية الراجلة أو المشاة من مختلف الأسلحة، فيها عندنا من اللواء السادس وحدات رمزية يتقدمها ضباط يحملون أسلحة خفيفة رشيش، والمشاة العسكريين يحملون البندقية الذاتية. هذه وحدات رمزية من اللواء المدرع الخامس 30، وراها وحدات رمزية من مدرسة تدريب المشاة، حقيقة قانون التجنيد الإلزامي أفاد الطرفين، أفاد الشباب الكويتي من ناحية وبالجيش من ناحية ثانية. تلقى الشباب يطلعون على الحياة العسكرية عن كثب، يدرون زملائهم أو أخوانهم بالجيش كيفية أو طبيعة العمل، سواء بالأسلحة الخفيفة أو الثقيلة أو المشاة، سواء بالأسلحة البرية أو البحرية أو قوات طيران. يعني طلعوا على العسكرية على حقيقتها. يعني المواطن الكويتي، الشاب الكويتي لما يلتحق بالكلية العسكرية هو بالدرجة الأولى هو المستفيد، لأنه راح يتخرج من مصنع الرجال، وبالتالي يكون يعرف معنى العسكرية، والعسكرية كلها ضبط وحزم ورجولة وخشونة. هذه الفصائل من الشرطة العسكرية، وحدة رمزية من الشرطة العسكرية يلبسون البراهات الحمر. الشرطة العسكرية شنو مهمتها أخوي بدر؟ والله لها عدة واجبات، منها الضبط أو المحافظة على الضبط والربط داخل معسكرات الجيش وبالخارج كذلك، ومراقبة تنفيذ أوامر رئاسة الأركان الصادرة، وحماية الشخصيات، تنظيم وأمن احتفالات العسكرية اللي تصير. هذه في أيام سلمية، وفي لها واجبات في الأيام الحربية أو أيام الحرب، منها حراسة المعتقلات والأسرة والسجون العسكرية، ومرافقة الأرتال إلى المواقع العسكرية. هذه قوة أو وحدة رمزية من القوة البحرية، تشارك كذلك زملائهم بالسلاح في العيد الوطني. استعداد ضخم لهذا اليوم العظيم، وكان كانت فكرة أن الجيش الوحدة، لكن بما أن الفكرة الجديدة أن يشارك الجيش مع وزارات الدولة الفرحة وحدة، فكانت الفكرة أحسن وأحسن. ولا شك أن يكون الكل مكمل لبعضه، ومشاركة الجمهور أو المواطنين أو المؤسسات أو الوزارات والهيئات المختلفة مع بعض بتعطينا بهجة العيد والفرحة، وهذا اللقاء اللي احنا قاعدين نشوفه اليوم. احنا الحين شايفين قوات المقاوير او وحدات رمزية من قوات المقاوير تتقدم بطريقة الهرولة
ودنا نعطي فكرة بسيطة عن قوات المغاوير. نعم. تعتبر هي القوات الفدائية النظامية من الجيش. المغاوير تنفذ مهامها القتالية بطريقتي الإغارة والكمين، ما تلجأ مثل الأساليب التقليدية في القتال مثل الهجمة والدفاع. كذلك تظهر فجأة وتضرب بعنف، والتخلص الفوري والانسحاب السريع.